الهيئة العامة للزكاة والدخل تدخل مرحلة تنظيمية تستحق الاهتمام كما تستحق التحية، إذ دعت المنشآت من جميع القطاعات الاقتصادية للتسجيل عبر نظام الهيئة الإلكتروني وتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية وسدادها في أوقاتها تجنبا للوقوع في المخالفات. ولكم أن تتخيلوا حجم الفائدة الوطنية والمجتمعية والإنسانية حين ينظم عمل المؤسسات في السداد، وتصبح قوة القانون هي الحامي والرادع والحريص على تنمية الوطن. سنتحدث عن هذه الفكرة بكثير من التفصيل مع المستشار الضريبي بالهيئة العامة للزكاة والدخل الهيثم الغذامي الذي ينضم إلي عبر الهاتف. أستاذ الهيثم حياك الله في أهلا. الله حييك، شكرا جزيلا على الاستضافة. يليت تحطنا في الصورة وتشرح لنا الفكرة التنظيمية الجديدة لهالموضوع. في الحقيقة احنا وجهنا دعوة إلى جميع المنشآت، وانطلاقا من حرص الهيئة العامة للزكاة والدخل على تثقيف أصحاب الأعمال، وأيضا تأكيد من امتثالهم لأنظمة الهيئة، وذلك طبعا تجنب الوقوع في المخالفات والعقوبات والآثار المترتبة عليها مثل وقف الخدمات الحكومية المقدمة. جميل، طيب اللي يخالفوا وما يسجلوا في الموقع ويسددوا، إيش العقوبات اللي راح تلحقهم؟ في الحقيقة العقوبات بشكل عام وقف الخدمات الحكومية المقدمة مثل ما ذكرنا من قليل، وأيضا يوجد بعض المخالفات والعقوبات، ولكن أنه ينظر لها كل حالة على حدة. نعم، كيف شفتم تجاوب المؤسسات والمنشآت مع مثل هذا القرار؟ تجاوبها جيد، ولكن نشكر بداية جميع المنشآت التي التزمت فعلا طلبات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المبالغ المستحقة بأوقاتها، ولكن أيضا لمن لا يلتزم المنشآت، وانطلاقا كما ذكرنا من حرصنا فنذكرهم من خلال هذه الحملة بالمسارعة بالالتزام وتقديم إقراراتهم. جميل، وإحنا باسمك وبصوتك وباسم الهيئة نوجه لهم الدعاء أيضا أو الدعوة عبر أو النداء عبر يا هلا أنهم يلتزموا بهذا الأمر. كم نسبة الشركات والمنشآت اللي التزمت إلى الآن، لو عندك نسبة تقريبية مثلا؟ للأسف الأرقام لا تحضرني الآن، ولكن ما نسعى إليه عوضا عن معرفة الالتزام وعدى التزامهم هو التذكير كما تفضلت في بداية مقدمة البرنامج، هو تذكيرهم بدورهم الوطني والواجب الوطني والاقتصادي والاجتماعي، لأن بما يتعلق بالزكاة الأموال تذهب مباشرة إلى الضمان الاجتماعي وبالتالي إلى الأسر المستحقة لها، وبما يتعلق بالضريبة فهي تذهب إلى الخزينة العامة للدولة التي تقوم بدعم المنشآت، عفوا بدعم البنية التحتية بشكل مباشر. جميل، إذا هذا نداء وطني بالدرجة الأولى. بكل تأكيد. جميل، يعني أعتقد أنه هذه الدعوة وهذا الكلام هو أهم ما يمكن أن نختم به. أترك لك مساحة أخيرة أستاذ الهيثم تقول فيها اللي تحب. أولا أشكركم على إتاحة لنا الفرصة لتوصيل هذه الرسالة، وندعو جميع المنشآت انطلاقا من حرصنا بالامتثال لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتجنبا طبعا للوقوع في المخالفات والعقوبات مثل إيقاف الخدمات، وأيضا نحاول نذكرهم دائما بدورهم الوطني والاجتماعي والاقتصادي في هذه المسألة. جميل، المستشار الضريبي بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ الهيثم الغدامي، شكرا جزيلا لحضورك في أهلا. فاصل ونكملين معكم.